لو سمحت اتفضل معايا بره. بس يا بابا انت مش عارف انت بتكلم مين ياد. طب تعالى بره وانا اعرفك انت بتكلم مين. بس يا الماما مبقاش كمان غير الحراميه وبتوع الشقه اللي هتنططوا على سيادهم. شقه ايه يا دلعادي؟ اذا كنت ناسي التاريخ كله عندي. تحب افكرك؟ وبتوع شباشب وجزم كمان تحب اوريك يا اخويا؟ شويه نسوان فجره. طب امشي بقى بدل ما نعرفك بقى الفجرين دول بيعملوا ازاي مع اشكالك. يلا وشرف امي لو جيت هنا تاني لعلقك. انا مش احلف بالشرف لان انتوا ما تعرفوهوش، لكن وحيات امي تلبسكوا الكلبشات انتوا الثلاثه، واساميكوا هتبقى في صفحه الوفيات. اوعى جاتك الهم عامل زي الغراب فال اسود. ياكش تولع يا جماعه. اهدوا بس. نهدى ازاي بس؟ ده واحد شراني وايده طايق. حسام ده عامل قلق كبير وكده هيشوشر على الشغل، وزوزو داخلة على مرحلة جديدة من حياتها. يا جماعة حسام ده تعبان والله العظيم مش سهل، ومش عايز حد يطبطب عليه، لازم تديله على دماغه على طول. ومين قال انها هتطبطب عليه؟ اللي بيني وبينه ما يخليش يطبطب عليه تماما. بقول لك يا باشا كلمتين ابرك من 200، سيبولي وانا هعمل معاه الغلط. لا حسام ده بتاعنا بس، ما حدش دعوه بيه تاني. خلاص يعني اعتبر ده وعد ونعتمد عليك؟ لا، وان كان على الوعود اسأليني انا، على وعود هاني بيه. عمرها ما بتنزل الارض. وزة كلنا في مركب واحدة على فكرة. بعدين انا بني ادم تاني غير اللي انت كنت تعرفيه. اهم حاجة دلوقتي ان انت تصيده قبل ما يصيدك. صدقني ده مش سهل ابدا. ما تقلقيش، انا عايزكوا تعتبروا اللي عمله معاكوا ده حلاوة روح. استلم يا معلم. بس الواد حسام ده جامد يعني شديد، والبت الاجنبيه اللي معاه دي ما فيهاش غلطه. ادخل. مساء الخير. مساء النور يا طنط، ازي حضرتك؟ اهلا، ازيك يا ايمن؟ احنا بقالنا زمن ما قابلناكش. الحياه بقى يا طنط، انت عارفه مشاغل الدنيا بتاخد الواحد. طيب خلي بالك من هاني، مش هوصيك عليه، انتوا اصحاب بقالكوا كتير. انت هتوصيني على هاني؟ ده صديق العمر. ماشي. عنك يا طنط، عنك. اتفضلي اتفضلي. يلا هسيبكم مع بعض. اتفضلي. ولا عارف بقى الخدمه اللي تقدمها صديق العمر؟ ان انت تنشر الشريط ده. انت لسه فاكر؟ انا سبت الموضوع ده من زمان. ولا انت الوحيد اللي ليك في الحاجات دي، انت عارف ان انا ماليش، وبرضه انت الوحيد اللي هتعرف تنشرهولي. ايوه بس انت عارف ان حسام ده ظابط يعني ولسه في الخدمه. انا اسف، مش قصدي، انا اقصد يعني ان هو في شرطه السياحه، وده طايله ممكن ياذيني يعني وتقول عليا السلام. ما تخافش مش هيلحق. يعني ايه؟ يعني بمجرد ما الشريط ده هيتنشر هو مش هيبقى في الداخليه، بعدين هيبقى في موقف ضعف مش قوه زي ما انت فاكر. ماشي، بس انا لازم اتفرج على الشريط ده كذا مره عشان اعرف انشره منين. ماشي، تنشره منين؟ ماشي. انا هعمل اللي انت عايزه، مش عشان احنا اصحاب، عشان خاطر الكيك الحلو ده بتاع طنط. ما تجيب حته بقى. ولا تصدق، قوم روح. قوم روح يا ابني، قوم. قوم روح. قوم روح. شغلت لكم الشريط، عيشوا براحتكم بقى. انت اسمك ايه؟ منده. ايه الاسم اللي عيفش؟ يا ميمي خلي ميمي احسن. شغال. يا ميمي يا ميمي انت يا ميمي. يا ميمي انت يا ميمي. ماما
ما عليك، ما هو ايه وزفت ايه؟ احنا بعتين لك شرطة سياحة عشان تحمل سواح ولا عشان تعمل علاقات نسائية مع الحريم بتوعهم؟ اصل معاليك دي كانت علاقة شخصية ملهاش دخل بالخدمة خالص يعني. شخصية ايه وبتاع ايه لما هي شخصية انتشرت ليه وتصورت ليه يا محترم؟ معرفش، مش معرفش مين اللي صورني وانا في الوضع ده. ازاي ما في ضابط محترم والناس صوروا؟ اديني معاليك 24 ساعة وانا اجيبه لك هنا. تجيب مين انت متحل التحقيق؟ مش بس عشان اللي انت عملته في الشريط يا دون جوان عصرك، ده كمان عشان اللي انت قلته، صفقات ايه وبيزنس ايه اللي انت بتستغلها في وظيفتك. انت كمان متهم بالتربح واستغلال نفوذ. ما عليك، ما هو ايه وزفت ايه؟ انت متحل التحقيق، مش كفايه علينا الاعلام والمواطنين؟ وكفايه قضيه التعذيب بتاعت ضابط المباحث اللي قلب الدنيا علينا؟ احنا نلاقيها منين ولا منين يا فندم؟ انا انت ما تفتحش بقك، كفايه اللي انا شفته، انت بوظت الدنيا. اتفضل روح شرم، هات حاجتك وسلم عهدتك. استنى، هات شريط ده. اتفضل. دي صور البنتين اللي عايزكم تراقبوهم، ودي عناوينهم. عايزكم تمشوا وراهم وتعرفوا لي كل الاماكن اللي بيروحوها، واول ما تخلصوا الشغلانه دي تكلموني على طول. تحت امرك احسن بيه. ودول قرشين كده تحت الحساب، وقبل التنفيذ كل فلوسكوا هتاخدوها على الترابيزه. واضح انك بتحبهم يا بيبي، دليل ان الدفع وقتي. دي مالكش فيها بقى، اللي اقول لك عليه تنفذه وانت ساكت، مش هنقعد نتساير مع بعض. يا باشا احنا بنحب نهزر مع بعض شويه. طيب ما تيجي نقعد نهرج مع بعض بقى ونسيبنا من الشغلانه دي. يا باشا احنا بنحب نخفف من حاله التوتر شويه. طب سيبك من الهبل اللي انت بتعمله ده، وخد حته المزاج دي هتضيع التوتر على الاخر. اصل يا باشا يلا بقى، انا مش فاضلكوا، خلصوني. تشكر احسن بيه. تحت امرك يا باشا. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله. يلا يا باشا. لا مؤاخذة مش سامع. مين؟ ازيك يا علي بيه؟ طبعا هو في كام علي بيه؟ يا ملك الغردقة. ولا ليك عليا حلفان، أحلى أيام قضيتها كانت في الغردقة. يعني اليخت والغطس لسه شقة زي ما أنتم. حاضر عينيا. طب هتبعت الأمانة دي مع مين؟ السكرتيرة بتاعتك؟ حاضر. حلوة؟ طب خلاص ما تزعلش كده. يا عم ده احنا نزودها لك. حاضر. عناية. اعتبر الموضوع ده منتهي. أوكي. أوكي عناية. حاضر حاضر حاضر. مع ألف سلامة يا حبيبي. مع ألف سلامة. حفظ الله. مع السلامة. قلتي لي اسمك ايه؟ جومانا. جومانا؟ ده اسم مصري؟ اكيد. وشغاله ايه عند علي بيه؟ سكرتيره. بقالك كتير على كده؟ 5 سنين. ياه، 5 سنين. طيب ما بتفكريش انك تغيري نشاط؟ اشتغل ايه؟ في الخدمات. ازاي يعني؟
خدمات، بنخدم الناس، خدمات خاصه. افكر. اوكي تفضلي اشربي واين، ده بيقوي العضلات. لا 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 ما بشربوش. يبقى انت عايزه شمبانيا مظبوط؟ عندي شمبانيا الاقزام تجنن.